السلام عليكم. الآن نرجع معكم آخر موضوع في الجزء الأول اللي هي في اليونت الثانية اللي بنتكلم عنه، الجيوثيرمال انرجي. الجيوثيرمال اللي هي إحدى الشغلات اللي جاية من الثيرمال، عادة اللي هي بتتكلم عن الحرارة في باطن الأرض. احنا بنلاحظ انه في حرارة موجودة في باطن الأرض، حتى لو حدا حفر ونزل تحت، يعني في على اعماق معينه حتلاحظ اللي بينزل في الكهوف هاي، بلاحظ في مناطق انه درجات الحراره بتتاثرش يعني بالجو الموجود بخارج. ولو هذه استثمرناها، الفرق بين درجه الحراره في الباطن ودرجات الحراره اللي فوق، حتلاحظ هنا في بوتنشال لتوليد الانرجي. الان اللي بنتكلم عنه انه الحراره في بعض المناطق، خصوصا المناطق البركانيه، بتلاقيها في الارض عاليه جدا. فايش الفكره؟ الفكره هاد لما ندخل عليها ميه بارده، بتتحول لايش؟ لستيم. الستيم هذا بنطلعه بنولد منه كهرباء، يعني بنحول بنستخدم ستيم انجنز بشكل اساسي. وبنرجع المي هاي بتدورها، يعني بتدخلها لما تطلع فوق وتستخدمها بتبرد، بترجع ترجعها من الاتجاه. يعني هذه بيبقى عندك مدخل للمي ومخرج للمي. المخرج تبع المي اللي هو هذا بيبقى على شكل ستيم، والمدخل تبع المي بيبقى على شكل مية عادية اللي هي الموجودة هاي. ممكن نستخدم مية عادية وممكن نستخدم مية بحر أو أي شيء فيها، بس هذا بنستخدم الطاقة الكامنة في باطن الأرض لتحويل المية لبخار. هذه الفكرة الأساسية. طبعا هذه بتنفعش في كل أماكن العالم، في أماكن محددة في العالم اللي ممكن نطلع فيها. زي ما بتلاحظوا هاي هنا ثقبنا في هذه عادة بتلاقيها زي كيف كهوف موجودة في باطن الأرض، أو فتحات ممرات مائية موجودة. فأنا هذا لما بفتح هذا ممر، بتطلع عندي المية هنا على شكل بخار، والبخار بحوله لكهرباء. هنا بضخ بداله مية عادية اللي هي هاد. المية العادية لما تيجي على المنطقة السخنة بتتحول لبخار. هذه الفكرة الموجودة عندي، وهي اليونت الجيوثيرمال كومبايند سايكل باور بلانت اللي عندي. زي ما حكينا هاي الكولد ووتر اللي عندي، وهاي الهات ووتر. هات ووتر بيجي عندي على الموجودة سيبريتورز. السيبريتور عندي ها بشغل هنا التورباين عندي، والمية بتروح للفلترة وبتروح على بترجع تاني لباطن الأرض. هنا الكوندنسر اللي هو بيبردها بشكل عام. بس هذه الفكرة الموجودة عندي، انه انا بستخدم الستيم انجن في هذا المجال. The Earth crust is still only a very thin layer of cold rocks, basically floating on a sea of lava. Lava اللي هي ايش؟ اللي يعني خلينا نقول الصخور السائلة أو السايحة. If we go down a few kilometers, we can already start using the heat. طبعا هذه المسافات بعيدة. The general principle of geothermal energy is relatively simple. Hot water is pumped up from an underground reservoir. The heat in the ground water is extracted with a heat exchanger and used above the ground. Finally, the cooled water is re-injected at different location under the ground to permeate through the rocks where it is warmed up again. يعني انا في فتحه عندي، فتحتين ببقى، فتحه منها بدخل الميه البارده، والفتحه الثانيه باخذ منها الميه الساخنه اللي هي هذه تسخنت بفعل الحراره الكامنه في باطن الارض. The depth of the reservoirs can vary between several hundred meters to 5 kilometers. العمق من مئات الامتار الى حوالي 5 كيلو متر تحت الأرض. The underground area from which the water is extracted should be large enough. طبعا المي المساحة اللي تحت بدها تكون كبيرة
بشكل كافي لتقدر تكون ذات جدوى اقتصادية. To even out the extraction of water and to avoid mixing the injected cold water with hot water from the extraction, often multiple extraction holes are drilled with a large distance between them. طبعا هذا عشان ما يصير يعني البخار يجي على المية. ايش بيصير؟ بيصير انه فتحات مختلفة بتنفتح مسافات بعيدة عن بعضها. The streams are in closed circle to avoid pollution of the groundwater. طبعا هذا بنقول closed circle, circle عشان ما يصيرش يعني خلينا نقول pollution للمية اللي تحت الأرض. الآن نتكلم من الموجود هذا, زي ما حكينا مش كل المناطق في الكرة الأرضية بتنفع. عندي الهيليشيدي باور ستيشن ان ايسلاند, هذا انستول كاباسيتي 303 ميجا وات as well as 133 ميجا وات اوف ثيرمال كاباسيتي. يعني عندي هنا الكتريكال كاباسيتي 303 والثيرمال كاباسيتي 133. A general principle of this power station is using hot water from the earth to power steam turbines. This process converts heat energy into mechanical energy and electricity. Its geothermal is not intermittent, يعني هذه ثابتة مش تتذبذب. Used as base load في electricity grid, يعني هذا بستخدم البيس لود اللي هي الأساس. A capacity factor of a geothermal plant is 80%, وهذه ممتازة. The capacity factor is not one due to downtime because of maintenance, لأنه هان يعني ما وصلتش ل100% عشان إيش؟ التصليح. The total electrical energy yield 303 ميجا وات. جينا ضربناها في الافيشنسي في عدد الساعات, اعطتني 2.12 تيرا وات اور اور 5.82 ميجا وات اور بير داي. اللي عندي هيت فلوكس, اللي عندي هنا برايمري هيت بوتنشال اوف جيوثيرمال هيت فلوكس في كيو افريج, اللي عندي 50 ميجا وات بير متر سكوير كومبايند وذ ان اوفر اول افشنسي اوف 10%, بتعطيني بي افريج 5 ملي وات بير متر سكوير اوف هيت كان بي يوز. ذس ليد تو ان اتشيفبل انرجي دنسيتي اوف 5 ملي وات بير متر سكوير ضرب الان في عدد عدد الساعات في السنه, تعطيني ايش؟ 0.438 كيلو وات اور بير متر سكوير. الهيت في الكيو افريج في الاير ريزرفوار اللي عندي. ايسلاند بوبوليشن از رافلي 323,000 نسمه. ذس بلانت جنريت اباوت 18 كيلو وات بير بيرسون بير دي. ما شاء الله, يعني حاجه تقريبا لايسلندا 18 كيلو وات اور بير بيرسون بير دي اور 6.2 هيومن انرجي يونت. ا سيجنيفيكانت اماونت اوف ذس انرجي از يوز فور الومنيوم ميلتينج, هذا بتستخدم بشكل اساسي لتسييح الالومنيوم الموجود. الانرجي سيستم افشنسي, افشنسي اوف راكس از هيت اكسشينجر, ذا ثيرمال افشنسي, the electric efficiency and other system losses. اللي عندي ناخد الهيليشيدي power station given nominal capacity 303 and energy yield 2.3 terawatt per hour. نيجي نقسم عند الenergy yield على عدد ايام السنة على الinstalled capacity, بعطينا 87% capacity factor. الadvantages base load for grid, اللي عندي long lifetimes of 30 years or more, land use is small, استخدام الأرض. هاد challenges, not all locations are suitable, طبعا هذه مش كل المناطق. With drilling is expensive, يعني عملية الفحر غالية جدا في هذا المجال.
The global status of geothermal, the installed capacity of geothermal for electricity generation, the global capacity is then 12.8 gigawatt في 2015, global energy yield producing 89.6 terawatt. اللي عندي باجي أقول هذا بتعطيني تقريبا 32.7 watt hour per person per day. Geothermal deals with low efficiency power, اللي عندي power density of 0.005 to 0.015 watt per square meter, اللي عندي watt per square meter اللي بنتكلم عليه, يعني low efficiency في هذا المجال. طيب بعد نهاية الوحدة إيش نتكلم؟ What are the various type of energy sources available to the world؟ هذه اللي حكينا عنها, الأنواع الموجودة بدك تأخذها من الهيدرو لحديت الجيوثيرمال. How can we compare these sources؟ يعني احنا طلعنا عليهم سواء من حيث المساحة, من حيث الانتاج للشخص, من حيث الستور كاباسيتي على مستوى العالم. How we compute energy system efficiency and yield, what is the global prospect for each source الموجود عندنا. من الشغلات اللي بنتكلم عليها برضو لازم تكون في الحسبان, أنا لما ايش الـ opportunity available, ايش الـ potential عندي لأنا اعمل utilization في هذا المجال في غزة. هذه من الشغلات اللي بدكم تفكروا فيها كطلاب للمشروع في هذه المادة. يعطيكم العافية. هيك وهيك بنبقى ان شاء الله خلصنا الوحدة الثانية.